دي حاجة بقى مهمة، يعني في آراء كتير. الأول قبل ما نروح لده، طبعا كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي إن هم لما فايلر مشي في وقت حاسم، الحقيقة الناس دي كان قدامها سيفيل كذا مدرب، وهم قدروا يختاروا الاختيار الصائب اللي يستاهل واللي يستحقوا النادي الأهلي في الوقت ده. فالحقيقة كل الشكر طبعا لمجلس الإدارة. لما حتة بقى موضوع السكور، ناس كتير شايفة وآرائها إن احنا كنا نقدر نطلع بسكور أكتر من ده، وإن احنا ضيعنا فرص كان ممكن تفرق معانا جدا. هرجع للجملة اللي قلتها أنت يا سارة، وبعدين أخش في حتة السكور. طب مجلس الإدارة مهما هيجتمع ويقول، أعتقد إن في حافظة خاصة وملف خاص بلان إيه عند الكابتن محمود اسمها عين النجم. هو راجل نجم طبعا، أسطورة، اختار في الوقت اللي كل الآراء رشحت له كذا اسم، اذا كان اجنبي او مصري، مش تقليلا من اسمائهم، هو بحسته كلاعب كوره وحسيته كشايل كيان النادي الاهلي اللي هو احد ضلوعه بدون مبالغه، اختار في الصميم. اختار في الصميم، وكلنا كنا مؤيدين ده، رغم نقد عليه وامور وشباب مرتزقه بيردوا باهانه وبشتايم. لا لا لا، ده قمه نجاحه. كابتن محمود الخطيب عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. ده الجزء بتاع مجلس الإدارة. صح.